انا غنوصل للزاويه وغادي نعيط لك. اللهم امين، اللهم امين. المشكل ديال باش يطلع هاد السيد لدارو راه جبل جبل باش يوصل. غادي يكون تركون من ربي لا دي نخت حنام غادي نصر ربي سيدي. خاصو الماء وخاصو تراك. من بعد ما تلقينا عدة اتصالات اليوم طاقم برنامج شكرا جن مدينة ميدلت وبالضبط منطقة تونفيت، قطعنا حوالي 500 كيلومتر. جينا لهذه المنطقة المعروفة بشجر الإرز الغني عن التعريف باش نوصلوا لعند ساكنة هاد الدوار اللي مخبين لنا معاناتهم وسط هاد المناظر اللي كتحير العين. خاصنا نمشيو ساعتين ديال الطريق وسط الجبال واللي كلها مخاطر. غادي نكملوا الطريق على رجلينا لان الطوموبيل وحلات لينا ما قدرناش نوصلوا حتى للدوار. ناه بقى لنا 2 كيلومتر ورا ساعتين ديال المكان وحنا هنا يا خويا، يعني غير وسط الجبل. خير ان شاء الله. الدوار بعيد يا حيانا. السلام عليكم، الحاج بخير لاباس؟ استنى الوقت. الحمد لله. السلام عليكم، دير لاباس؟ الله يبارك فيكم. غيها كوني ذا طلع مسوازين أثر خيريا يا نقيمان مثل والو يا بليد والو يا مال والو لك كما غلنطاز. بخير عمر، كان كنقدم لك راسي عاشور عشيشة ومن دورة التنوارات. هاد الناس المشكل ديالهم ما عندهمش الطريق وكذلك الماء. هاد العام كاع ما لقاو ما يشربوا، تيمشيو حتى للواد باش يجيبوا ما يشربوا على الباي وما سقاش. شحال ديال الوقت باش يمشيو من هنا للواد؟ تيستغرقوا من هنا للواد تقريبا ساعه ونص ساعتين. ساعه ونص ساعتين ديال الطريق باش يجيبوا الماء باش يجيبوا غير ما يشربوا. اما الا بغى يتسوق ولا سميتو الا بغى يمشي في 7 ديال الصباح خاصو ينوض من 4 ديال الصباح باش يلا يوصل تما. تيمشي على البهيمه ديالو تتعرض حتى للقنطره. الا مشى بالبهيمه من هنا حتى لتونفيت شحال ديال الوقت؟ خاصو نهار نهار. نهار حنا في الطوموبيل جينا تقريبا شي 3 السوايع ولا ساعتين ونص. النهار حتى يوصل تما مع المغرب باش غدا يتسوق ليه مع الصباح ديك ساعتين يشد عاوتاني الطريق العشيه عاوتاني باش يكون هنا. ما كاينش سوق اخر هنا، كاين غير هذاك ديال كاين تونفيس واغبله وحنا جينا بيناتهم. يعني قول 40 كيلومتر من الهجر 40 كيلومتر عاوتاني الاغبله. غير الناس تيهربوا نيت على حساب الطريق والما ما لقاو ما يشربوا. هذا العام راه ما كاين ما يشربوا. 30 يوم خرج كما قلت لك تيبغيو يشربوا تيهبطوا حتى للواد باش يجيبوا ما يشربوا. واش السيد واش مهرس؟
لا غير مسكين مريض وما لقاش نيت باش يدا والله يكون في العوام. شنو المشكل ديال المرض؟ المشكل تيضروا الركاب والظهر وهذا الصمغر ديال الصمطه وكما قلت لك ما كاين لا سبيطار. شويه عمي شويه شويه شنو المشكل؟ ايوا داو الزود غين غنصو شحال اش اخ فشي نغا الصمطه قال لك ضرو عنده الصمطه يعني ضروا لهاد البلاصه هذا واهدي يا واهدي. واخا يعني الناس اللي مرض هنا ما الا كان ايرجون ولا كان مستعجل لا كان ضروري خاصو يشوف طبيب خاصو يمشي نهار باش يوصل الطبيب. يمشي على البهيمه وما ترونسبور ما كاينش حتى يمشي على البهيمه النهار كامل باش يوصل تونفيج باش يشوف الطبيب. يقدر يتوفى في الطريق يقدر يتزير في الطريق يعني ممكن في اي لحظه توقع ليه شي حاجه وما كاينش اللي يدخل عنده لهنا. وبالنسبه لهاد البنيات هادو فين تيقراو؟ هاد البنيات حتى هما تيضربوا تقريبا من هنا حتى للدوار حتى لسرات نواران تقريبا شي 8 كيلومتر ولا 10 كيلومتر تيضربوها مع الصباح ومع العشيه باش يوصلوا تما باش يقراو تيقراو ديك 8 السوايع ديالهم ولا 6 السوايع خاصهم يرجعوا. الا مشاو الصباح تيرجعوا مع الغداء مشاو مع الغداء تيرجعوا مع المغرب تما تيكونوا هنا حتى العشاء حتى تشدهم الظلمه في الطريق. سميتي ولقيت سعديه كنقرا في المستوى الخامس كنمشي من هنا لتا تمارا باش نقرا. كاينين حتى تلاميذ اللي كيمشيو معايا حنا كنضربو تمارا باش نوصلو للقرايه كنمشيو في الصباح كنمشيو كنقراو ومن بعد كنرجعو كنضربو بزاف ديال الطريق. شحال عندكم من ساعه ديال الطريق؟ ساعه ونص. ما كاينش الماء ما كايناش المدرسه حنا ما دخلناش بكري حيت ما كانش حيت ما كايناش المدرسه ما دخلناش في السن المناسب دخلنا في 10 سنين وهذا الشيء كنقراو دابا في الخامس. الصنع ومان والغرغ ديال ومان والغرغ اللي وبليد ولدي ما دين غير تساد قيمه كلي الخجا قيمه ولا ونغي الخجا غرغ ديال وبليد والغرغ ديال ومان غرغ ديال ديال الحسن قيمه غاتير باب من جمورنا سيدنا تنصر مرنا تعاون مرنا ما نقيمه بلا يا بريد نقيمه لا تخشاشه وكيما يديك سيتسال وكيما غريت تدو وريكي وبليد وريكي الحديد وريكي ما يدي نغيت سان لا سيميق لا كيان القيمة يلموت والغرغ المدرسة والغرغ السبيطة ضيت خشاشة اللي تكلفها سارت انت سي سركشات والغرغ بليد ولا غير قربة وديان وبليد وادي صعا والبي سيدنا تنصل مجانا غيكون خير ان شاء الله للدوار يكون خير بإذن الله بإذن الله يلا نمشي هاجي معكم ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يلا بسم الله واخ بسم الله. كيف ما سمعنا كاملين بالرغم من احتياجاتهم لأبسط حقوق العيش كان من بين أولى المطالب ديالهم هو توفير الماء، الماء اللي بزاف الناس ما عارفينش بالقيمة ديالو في المدينة. الدرجات في القمة ديال الجبل ودابا حنا ما بقاش عندنا المشكل ديال ساعتين ديال الطريق ولا ثلاثة سوايع ديال باش نوصلوا هنا ومشكل ديال باش يطلع هاد السيد لدارو راه جبل جبل باش يوصل للدار. وهنا ناس الدوار حلفوا تيضايفونا وبينوا لنا على الكرم ديالهم رغم المعاناة حتى كنتصدموا انه في نفس الدار اللي كنتواجدوا بها كاينه امراه طريحه الفراش لشهور واللي كان خاصها تكون في المستشفى باش تعالج. كنا جايين على الماء الطريق حنا كنتفاجئوا انه كاينين حالات في الدوار اللي زعما خاصهم يمشيو يتعالجوا خاصهم يديروا العمليات ديالهم. السيده عندها حجر في المراره وكاينين بزاف ديال الناس المراره الله يبارك فيهم.
هي هذه المدام. اي ها سيدي خدمك نوعي. السيده اللي مريضه. شويه خالتي. ياك ما كاين باس. مول الدار قال لنا كاين شي حجره في المراره وشي ان شاء الله يدير الله خير. اشنو المشكله اختي عاودي لنا شنو المشكل؟ قالوا لي عندك الحجره في المراره وعندها الحساسيه في العيون وعندها هذوك الحجره في الكلاوي وقالوا لي ديري العمليه والسنسور ديال الظهر تحرك وعندها ركابي بزاف ديال الحوايج. ولكن شنو هي الحاجه زعما اللي ارجع اللي ضارها عندها المراره اللي ضارها بزاف والكلاوي هادشي اللي كاين. يلا الله خير. وشحال ديال الوقت وهي مريضه؟ بزاف. شحال تقريبا؟ شي 6 شهور. 6 شهور 8 شهور. الله يجزيكم بخير. وحنا كنشكركم بزاف ضربتوا طريق طويله حتى وصلتوا لعندنا وراكم شايفين طريق خاطره وراه طريق بعيده علينا وما كاينش الماء والمهم راكم شايفين كل شيء بعيونكم راكم وصلتوا حتى لعندنا. ولكن انا كنطلب منكم الام ديالي تشافها في اقرب وقت وراكم شايفين الحاله ديالها. الام ديالي عندها المراره عندها الحجر في الكلاوي وراها مريضة بزاف وطلبوا منها العملية بزاف ديال الفلوس وما قادرينش. كنشكركم بزاف وكنطلب منكم تعاونونا باش ما قدرتوا. تنغيتي زالت تاني ديك تسلتي وندر مرالا زان ديك تسلتي وانت داو ناني حرشان السنسول انت داو لي ضار. قلت لكم دارها دارتها الكلوة وفيها الحجور هي ضارها بزاف وحتى المرارة حتى هي ضارها نيت بزاف ماشي غير شوية. وقلت لكم هذاك السنسور اللي كيعطي ليها الصهد على الرجلين هذا الشيء اللي ضارها بزاف ولكن الكلوة والمرارة هي أكثر. كما كتشوفوا الناس جابونا لهذا الشاطو قال لك في حاله ما قدر الله وما كانش شي حد اللي غادي يحفر البير حنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى اننا هذا المجيال اللي جينا نكونوا سبب في الحفر ديال هذا البئر هذا. الله يرحم والديك. ولكن المساكن هما خايفين شافونا غنمشيو قال لك ضروري نجيو تشوفوا شي حاجه لهذا الشاطو تيخرج هذه القله ديال الماء يعني هذا الماء القليل اللي تيخرج وقال لك شنو قلتوا ممكن شنو؟ الا كان ممكن يتبلونا غير الشاطو الا جاب الله ما كاينش اللي يحفر البير ما كرهناش ولكن الا جاب الله ما كاينش الامكانيات باش البير ما كرهناش يزيد لنا غير الشاطو يبروه يوسع باش يتجمع ذاك الماء باش يلا يكفينا في الدوار. الى هنا نهايه حلقه كلها الم وحزن ومعاناه وكنتمناو انها ما تكونش اخر حلقه لهذا الدوار ونديروا كل ما في جهدنا باش نلقاو لهم حلول تحفظ الكرامه ديالهم. وكن متاكد اخي المشاهد انك لساهمت في نشر هذه الحلقه وكانك تساهم في ايصال صوت هذه الناس. شكرا.